اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج مؤشر مين. نتعرف سويا بالارقام التحليل على اداء مؤشرات البورصه المصريه اليوم الثلاثاء والتي تباين اداء المؤشرات فيها عند اغلاق تعاملات اليوم. صعد مؤشر البورصه الرئيسي اي جي اكس 30 بنسبه 1.2% لينهي التعاملات عند مستوى 17005 نقاط. وزاد مؤشر اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا بنسبه 25% ليغلق عند مستوى 2183 نقطة. وشملت الارتفاعات مؤشر اي جي اكس 20 محدد الاوزان النسبية بنسبة 86% لينهي التعاملات عند مستوى 17350 نقطة. بينما تراجع مؤشر اي جي اكس 70 للاسهم الصغيرة والمتوسطة هامشيا بنسبة 10% ليصل الى 825 نقطة. نتحول لقائمة القطاعات النشطة في السوق اليوم، حيث كان قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك هو الأنشط وتصدر القائمة بنسبة 19.9%. تلاه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 16.9%، وجاء قطاع العقارات ثالثا بنسبة 13.2%، بينما جاء رابعا قطاع البنوك بنسبة 11.5%. بالنسبة لفئات المتعاملين داخل السوق، فقد اتجه المستثمرون المصريون نحو البيع واستحوذوا على نسبة 87.2%، واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء واستحوذوا على نسبة 18.8% من تعاملات السوق. قد اتجه المستثمرون العرب نحو الشراء واستحوذوا على نسبة 8.2%، واتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء واستحوذوا على نسبة 37.7%، في حين مالت المؤسسات نحو البيع وحصلت على 62% من إجمالي التعاملات. أما عن الأسهم الأكثر ارتفاعاً، فتصدرها سهم قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بنسبة 10%، ثم سهم النصر لصناعة الحاصلات الزراعية بنسبة 9.5%، ثم سهم الحديثة للمواد العازلة وبنسبة 8.2%، وحل رابعاً سهم العربية للصناعات الهندسية بنسبة 7.6%. أما الأسهم الأكثر انخفاضاً، فتصدرها سهم شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي بنسبة 4.7% من قيمة التعاملات داخل السوق اليوم، وكذلك تلاه سهم المنطقة العربي للاستثمارات العربية بنسبة 4.8%، وحل رابعاً سهم العربية للمحابس بنسبة 3.8%. مزيد من التوضيح حول أداء سوق المال اليوم والبورصة المصرية اليوم ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ محمد جاب الله خبير أسواق المال. أستاذ محمد أهلا بك ضيفا كريما على شاشة النيل. أهلا بك، كل سنة وانتم طيبين. نعتذر عن التأخير طبعا، لكن هنبدأ جولتنا النهاردة في البورصة وأسواق المال، لكن بعد هذا التقرير الذي يرصد لأداء سوق المال اليوم. إلى هناك. مكتسية باللونين الأخضر والأحمر، أغلقت مؤشرات البورصة المصرية في دلالة على تباين أداء أسهمها ما بين الارتفاع والانخفاض لدى إغلاق تعاملات الثلاثاء. البورصة تأثرت بعمليات شراء على الأسهم الكبرى والقيادية من قبل المستثمرين الأفراد المصريين والعرب، فضلا عن المؤسسات الأجنبية. قابلها عمليات بيع قوية للمؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية. رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة ربح نحو 4.7 مليار جنيه، ليصل إلى 954.207 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بقرابة 1.2 مليار جنيه، تضمنت نحو 300 مليون جنيه تعاملات في سوق سندات المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل للملكية. مؤشر البورصة الرئيسي اي جي اكس 30 ارتفع بنسبة 1.28% متخطيا حاجز 17000 نقطة مجددا، وحقق مؤشر اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا مكاسب محدودة بنسبة 25%، بينما تراجع مؤشر اي جي اكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة هامشيا بنسبة 10%.
التداولات شملت 176 سهما لشركات مقيدة في البورصة، ارتفع 77 سهما منها وتراجع 65 سهما، واستقر 34 سهما عند أسعار إغلاقاتهم السابقة. اهلا بحضراتكم مره ثانيه مشاهدينا الكرام في هذه الجوله في برنامج مؤشر. معي ارحب بضيفي الكريم مره اخرى استاذ محمد جاب الله خبير اسواق المال. استاذ محمد، يعني تابعنا هذا التقرير والذي رصد الاداء مؤشرات السوق اليوم، كيف تحلل اداء سوق البورصه اليوم؟ طيب، هو يعني كالعاده بتاعتي مع الساده المشاهدين، ما ينفعش ان انا اتكلم على جلسه بمفردها، لازم ناخد الاجمالا الاتجاه شكله عامل ازاي. طبعا. طيب، احنا وصلنا لمستهدف فني عند مستويات ال 18500، وابتدينا نجني ارباح، ولكن جني الارباح جاء بشكل عنيف الى حد كبير. وصلنا لغايه مستويات 17350 تحديدا، ودي كانت نقطه فيصل، اولا لسببين. النقطه دي كانت ترجح او كسرها يؤدي الى تحول الاتجاه في الاجل القصير. انا كل كلامي على الاجل القصير، مش هتكلم على المدى المتوسط او المدى الطويل، الامور كلها. لكن لو بنتكلم بقى عن المؤشر الرئيسي، ما هو انا بتكلم على المؤشر الرئيسي. مستويات 17350 دي كانت نقطه فيصل ان هو تحول من اتجاه صاعد على الاجل القصير الى اتجاه هابط على الاجل القصير، مكونا شكل فني او احدى النماذج السلبيه او النماذج الفنيه السلبيه. كان مستهدفها في حدود 16500، جينا عند مستويات 16600 وهي دعم افقي، وابتدى السوق يرتد. الكلام ده في جلسه اول امبارح، ولكن لابد من مراعاه الاتي. اولا، الاتجاه في الاجل القصير بالفعل تحول الى هابط، كويس، لن يستقيم او لن يعود مره اخرى الا صاعد الا بالاستقرار اعلى مستويات 17350، منها الى مستويات 17500 مره اخرى. فالارتدادات اللي بتحصل دي نقدر نسميها ارتدادات عكسيه او تصحيحيه للاتجاه السائد، وهو في الوقت الحالي هو اتجاه هابط. فبتلاقي فيها تبع اللونج تيرم بقى، يعني خلينا اخلص الشورت وهدخل على الميديوم واللونج، كويس. الارتدادات دي بيصاحبها او بيبقى ليها بعض السمات، بتبزغ بعض نجوم الاسهم الغير مؤثره على المؤشرات، زي ما احنا شفنا الطفرات اللي حصلت في بعض اسهم السبعيني، انخفاض في احجام التداول، حاله الملل، ان في الارتداد ده ما بيطلعش كل السوق، تطلع اسهم بعينها. فاحنا شفنا التجار الدولي والشرقيه للدخان وقطاع الاسكان، الاسهم القياديه هم الحقيقه اللي كانوا بيطلعوا فيه خلال اليومين دول. هيحكمنا تخطي منطقه 17500 من عدمه، لو تخطيناها ما عنديش اي مشاكل، يعني ممكن نتخطاها في الفتره اللي جايه. انا اتوقع ان احنا نوصل لغايه مستويات 17600 وننزل نزله بسيطه ممكن لاختبار مستويات 17350، ومنها انطلاقه ثانيه ربما لاختراق مستويات ال 18500 مره. طيب، انا هروح من الاسهم صغيره، من الاسهم الرئيسيه والاسهم 70 ومعظم الاسهم اللي بنتكلم عليها، هتكلم عن النهارده وزاره الماليه قالت انه تثبيت يعني الدولار الجمركي في الشهر اللي جاي ليه تاثير على حركه التجاره الداخليه والخارجيه، وتاثيره هيكون عامل ازاي؟ هو تاثيره طبعا ايجابي، المفترض ان احنا كده عندنا شبه استقرار او حاله اطمئنان. هو تم التثبيت عند 16 جنيه، عند 16 جنيه هو مثبت كده، اعتقد ده الشهر الثالث على التوالي تقريبا. كويس، ده بيدي انديكيتور ان على الرغم من الارتفاعات الطفيفه اللي حدثت في الاونه الاخيره في اسعار الدولار، الا ان الحكومه المصريه ما زالت ترتقي ان هو دي ارتفاعات مؤقته وسيعود مره اخرى للانخفاض، فبالتالي ثبتوا السعر الجمركي. ده بيأثر برضو الى حد كبير في اسعار بعض السلع، يعني وبعض المنتجات مثل السيارات وخلافه. طيب، كان النهارده برضو كان في مؤتمر صحفي وتوقيع مذكره تفاهم مع الدكتور هاله مصطفى السعيد وزير التخطيط والدكتور خالد بدا وزير قطاع الاعمال عن بعض الشركات قطاع الاعمال العام لطرحها، ويمكن كنا اتكلمنا في الطروحات الحكوميه قبل كده.
لأي مدى يمكن أن نعول على نجاح هذا البرنامج، والمدى بتاعه قد إيه اللي ممكن يستغرقه؟ بص يعني كل السوق متعطش لبرنامج الطروحات، ده دي حقيقة، ولكن عشان برنامج الطروحات يدي الافكتس بتاعته او التاثيرات بتاعته، التاثير والنجاح بتاعه المطلوب، كويس، لازم ما يكونش الاعتماد على السيوله اللي موجوده اوريدي في السوق. بمعنى ان انا اروج للشركات التي سيتم طرحها ترويج جيد، اجتذب استثمارات اجنبيه وعربيه تحديدا لدخول السوق المصريه، وما اعتمدش على الاستثمارات اللي موجوده حاليا في السوق. صحيح احنا في الفتره في السنوات العجاف كان حجم التداول عندنا بيوصل 350 مليون، دلوقتي بقينا بنتكلم في فترات صعود ل 2 مليار، ولكن ما زلنا محتاجين السيوله دي لتقويم او ان السوق يقف على رجليه. فبالتالي لما اجي ادرك شركه جديده ما يبقاش باصص على السيوله اللي موجوده حاليا في سوق المال، لا، انا هجتذب مستثمرين جدد وسواء مصريين او اجانب او عرب، ولكن النظره بتاعتي ما تبقاش تحت رجليا ان السوق فيه سيوله بيعمل تيرن اوفر او حجم تداول 2 مليار، لا، انا عايز فلوس اللي الناس حطاها في البنوك تدخل تشتغل وتستثمر. طيب النهارده كان في حركه في سوق المال، كان في بيع من قبل المصريين وكان فيه شراء من قبل الأجانب والعرب، تقييم حضرتك والإقبال ده بيكون مبني على أي أساس؟ والله هي المؤسسات المصرية يعني مع شديد احترامي، ولكن هي متخذة اتجاه البيع بقالها فترة طويلة جدا، هي بقت مضاربين الحقيقة الأفراد المصريين، المؤسسات المصرية، هي اللي بقت بتسلك سلوك المضاربين أكثر من المضاربين نفسهم، كويس. مش ده ليه انعكاسات واثار سلبيه على حركه السوق؟ هو بالسوق زي ما احنا بنشوف الذبذبه العاليه، لان برضو ثقل المؤسسات المصريه الحقيقه وما تمتلكه من كميات في الاسهم وباسعار متدنيه بتجبر السوق على اتخاذ اشكال معينه، ولكن الاجنبي او المستثمر الاجنبي هو شغال من ساعه قرار التعويم، هو وان واي تقريبا شراء وشراء نهم، لان هو ما بيشتغلش على الشورت تيرم او بيشتغل بنظريه المضاربه، هو بيشتغل الاستثمار ميديوم تو لونج اكتر منه تو شورت تيرم. طيب خلينا اسالك بقى استاذ محمد عن الاقراض من الاستثمار، أقراض من أجل الاستثمار، طبيعة الفكرة إيه وماذا تعني؟ يعني لو في حد بيتابعنا وبيشوفنا الفكرة بالنسبة له بتتبلور إزاي؟ طيب أنا يعني كويس جدا حضرتك سألتني السؤال دوت، هو آلية زيها زي آلية الشراء والبيع في ذات الجلسة، زيها زي كل الآليات المطبقة، لكن أنا أتكلم ما فيها بالبلدي شوية عشان المستثمر الصغير يقدر يستوعب. اولا في فرق ما بين الشورت سيلينج او البيع على المكشوف وما بين الاقراض مقابل الشراء، تمام. فايز الشورت سيلينج ده ان انت بتبيع شيء لا تمتلكه في الاساس، انت بتدخل بتشوف سهم اكس شايف ان هو هيبتدي ينزل فبتدخل تبيع بدون الدخول في اي تفاصيل وبدون اي ما تمتلكه او اي حاجه، كويس. الاقراض مقابل الشراء ان في دي اليه تم الاتفاق عليها وليها بعض المعايير، انما شركة المقاصة والتسوية والحفظ المركزي عندها بول او عندها وعاء في من كل الاسهم، الشركة اللي عايزة تبيع قبل ما تشتري، كويس، بتدخل تستلف من شركة مصر المقاصة سهم 100 سهم اكس، كويس، للعميل فلان الفلاني عشان يبيعهم. طب مقابل ايه؟ اولا مقابل ان هو هيبقى حاطط جزء وديعه في الشركه او ضمانه في الشركه، انا في مخيلتي هي لسه ما نزلتش الاجراءات التنفيذيه، ان هي لن تقل عن 50% او 25% من قيمه البيع، بمعنى انا هبيع عمليه ب 100,000 جنيه، حلو، لازم اكون حاطط من جيبي في الشركه 50,000 جنيه او 25,000 جنيه، يعني نص القيمه اللي نص القيمه اللي بيها. بيتم الاقتراب بيها او ربع القيمه اللي بيتم الاقتراب بيها. طيب ده في مقابل ايه؟ في مقابل ان هو انا السهم بعته ب 20 جنيه، كويس،
10,000 سهم في 20 جنيه ب 200,000 جنيه، هستنى السهم او اقعد ادعي ربنا بقى ان السهم ينزل، مش يطلع، الحاله العكسيه ان هو ينزل يبقى ب 15 جنيه وارجع اشتريهم تاني بال 15 بال 15. طب والفرق؟ الفرق بقى ده ربحي انا، يعني انا اللي بحصل عليه، انا يعني انا اصبح ربحي الفرق ما بين سعر البيع واعاده الشراء، سعر البيع واعاده الشراء. تمام. طيب الراجل اللي بيسلف الاسهم ده استفاد ايه؟ ما الاسهم العائد عليه بالظبط، العائد على الراجل اللي هو سلف مصر المقصه الاسهم عشان هيدفع ضرايب تسلفها، لا هو هياخد فايده، هياخد فايده، هياخد فايده من الـ من الـ من الراجل اللي باع اسهم. بمعنى انا عايز اقولها بطريقه ابسط شويه، اتفضل. انا ما عنديش اسهم من شركه اكس، بس شايف ان السعر او السهم ده هيبتدي ينزل، فجيت لحضرتك قلت لك ممكن تسلفني 5,000 سهم من بتوعك، هتقول لي طب مقابل يعني ايه؟ مقابل ان انا ادي لك فايده على السوق حاجه جديده، لكن هيكون ليها اثر ايجابي على الحركه وزياده الحركه، ولا هو حركته او تاثيره ايجابي طبعا على حجم التداول، ايجابي على التيرن اوفر والمرونه، بيعمل عمليه توازن. احنا عندنا الحاله العكسيه اللي هو السيم داي تريدنج او البيع والشراء في ذات الجلسه، كلنا بنيجي الصبح تلاقي السوق بيطلع الصبح بدري او في اوائل الجلسه السوق يصعد كويس، لان هو الاخوه التريدرز اللي بيشتغلوا زيرو بيدخلوا يشتروا توقعا لارتفاع اسعار السوق. في ناس كتير بيشوفوا بينزل هنا لما يطبقوا الشورت سيلينج هيحصل الحاله العكسيه، هو لما يجي يطلع بالسيم داي هيلاقي بتاع الشورت سيلينج. هل بتتفق مع الراي اللي بيقول ان عوده اليه اقتراض الاسهم واعاده اقراضها مره ثانيه بيضاعف السيوله في السوق ولا لا؟ طبعا هو بيضاعف السيوله اللي في السوق، ما زي ما انا شرحت لحضرتك كده، بيقلص مده التصحيح نفسها الى حد كبير، ولكن اذا تم استخدامه بحرص هو مشكلته كلها هو ليه مخاطر في السوق. هو طبعا كويس اذا تم استخدامه بحرص وبوعي، ما فيش مشاكل فيه. اذا تم الافراط فيه، وده على فكره ده كان احدى اسباب انهيار بورصه امريكا وبدايات الازمه العالميه في 2008 في 2008 كويس، لان تم الافراط بيه. بس انا زي ما ابتديت الكلام بقول يا جماعه الغرب او البورصات العالميه بتستخدم الشورت سيلينج، احنا عندنا هنا التسليف مقابل الشراء، هناك فرق اللي انا وضحته. تمام. طيب خلينا بقى نرجع تاني لحركه السوق. كان في النهارده قطاعات نشطه، وكان في قطاعات متصدره، وكان في اسهم قياديه، منتجات صناعيه والسيارات كان متصدر بشكل او باخر، يمكن تخطى 16% من التعاملات. السر وراء يعني ازدهار هذا القطاع مره ثانيه؟ ما فيش يعني ما فيش اسرار بعينها، ما نقدرش نقول ان هناك سر. هي السيوله زي ما انا ذكرت كده، طالما احنا في فتره ارتداد تصحيحيه ما بتبقاش السيوله بتشمل كافة السوق، بتروح لقطاع معين بعينه، تنتهي منه تتجه إلى قطاع آخر وهكذا. هتلاقي جلسة الأمس مثلا كان القطاع العقاري هو المتصدر، النهاردة قطاع الصناعي، بكرة قطاع الزراعي، كل يوم قطاع، لأن حجم السيولة اللي موجودة أو اللي بيضخها المستثمرين في حركة الارتدادات التصحيحية ما بتبقاش بالقوة اللي تقدر تخلي السوق كله ينهض مرة. طيب القطاع الخدمات المالية بتقيمه زي حضرتك؟ وصل كان في المرتبة الأولى النهاردة وعدد تقريبا 19.9% من التعاملات. طبعا يعني عندنا ثلاث عمالقة في القطاع دوت، في أحد العمالقة منهم صدر عليه قرار او اتخذت مجلس الاداره فيه قرار بالدخول في الناحيه التعليميه مع الشراكه مع شركه اماراتيه امريكيه، فبالتالي ابتدى ينشط وحجم التداول زاد عليه، ده اللي ادى الى ان القطاع يظهر بهذه الصوره. طيب لو بنتكلم بقى عن حركه الاقتصاد ككل يا استاذ محمد، يعني احنا وصلنا لفين في برنامج الاصلاح الاقتصادي اللي الدوله بتنتهجه في الفتره الحاليه؟ احنا وصلنا يا سيدي لاصعب مرحله، ده اللي ادى الى ان شركه مؤسسه تقييم زي فيتش الحقيقه من شهرين او ثلاث شهور على ما اذكر اصدرت تقريرها ان هي مصر في الطريق الصحيح،
ولكن هم شوية مشفقين على الشعب المصري. رجل الشارع يئن حقيقة لا يمكن إغفالها، ولكن في الأجل القصير ليس البعيد سيجني أرباح أنين. وهذا كلنا عندنا مشاكل مادية مع ارتفاعات الأسعار والغلاء و كويس، ولكن إذا دخلت الاستثمارات أو عدينا، مش عايز استخدم تعبير عنق الزجاجة عشان الناس بتتشائم منه الحقيقة كويس، ولكن يعني متفائل حضرتك إن شاء الله؟ أنا جدا. طيب الحمد جداً لله. الحمد لله. طيب خلينا أسألك بقى قبل ما ننهي حلقتنا النهاردة في مؤشر النيل عن توقعات حضرتك لأداء البورصة المصرية غدا إن شاء الله. غدا إن شاء الله للأسف بناء على إقفالات آخر الجلسة النهاردة أعتقد إن إحنا ممكن نزور تاني مستويات 16900، هنلاقي عندها دعم ودعم قوي هيردنا تاني. السوق في الارتدادة دي ما زال يستهدف مستويات 17500-17600، عندها مفترق الطرق ونشوف عندها. أشكرك أستاذ محمد جاب الله، شكرا جزيلا. الخبير والمحلل الاقتصادي شرفتنا، شكرا جزيلا حضرتك. أهلا بحضرتك. شكرا حضراتكم مشاهدينا الكرام، انتهت هذه الحلقة من برنامجكم اليومي مؤشر نيل. إلى اللقاء، كل عام وأنتم بخير.